ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير جدا من الفيديو اللي فات. حبيت اشكركم جدا على كومنتاتكم اللطيفه على فيديو الشبكه بتاعي، عجبت كل الناس وبجد ما حدش ضايقني ولا قال لي كومنت سخيف، فبجد شكرا شكرا. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا يا احلى عيله في الدنيا. ويا رب يا رب البنات اللي ما اتخطبتش كلها تتخطب، واللي مخطوبه كلها تتجوز، ويا رب يسعد كل البنات اللي في الدنيا. النهارده كده كان في حاجات ناقصاني، حاجات عنايه، غسول نسائي على حبه حاجات كده دلع، فانا جبتهم واخيرا فقلت اشارككم بيها. والفيديو اللي فات ان شاء الله هشيلهم مع الحاجات التانية، هيبقى ببوكس كده او كرتونه، وهوريكم ازاي هرتبهم للعزال عشان خلاص مفيش وقت. فاضل 18 يوم على الجواز، والحاجة هتسافر بعد 12 يوم او 10 ايام، فيلا بينا نشوف الحاجات دي. والفيديو اللي جاي هيبقى ترتيبات ان شاء الله. اول حاجة جبتها اللي هي سويت افوفا، او اللي هو وايت بيست، العجينة البيضة. جبت منها علبتين، العلبة كده بيكون في منها قطعتين. انا بصراحة مش بحب السويت في جسمي، بستخدم الشيفينج اكتر، ووريتكم الشفرات اللي انا بستخدمها في فيديوهات تانية، بس جبت دول لاني بحب المنطقة الحساسة اول وتحت القبط، اعمله بدي عشان بالسويت يعني، عشان ما يسمرش وعشان ما يطلعش غزير وكده، فبستخدم حته صغيره خالص بتعمل لي المنطقه. فجبت دول، ما رضيتش اكتر واجيب انواع تانية، لاني الافوفا انضف نوع جربته، مش بيسيح يعني الالم بتاعه قليل، وكمان يعني ما حبيتش ان انا اجيب كتير لاني العلبه دي ممكن تقعد معايا شهور وشهور، تمام. فانا جبت 2 روايح مختلفه. جبت كمان غسول فيم فريش، ده غسول نسائي، في منه السبراي، بس انا ما جبتش السبراي، انا بحب الـ 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 الغسول اكتر. طبعا ده ماركة معروفة ومشهور جدا وبجد تحفة. طبعا ده الاصلي 250 ملي، عامل 125 جنيه، يعني بجد بجد رائع، في منه روايح كتير، بس انا طلبت اونلاين فجالي ده، وريحته لطيفة مش وحش، فبجد تحفة. انا كنت جايبة واحد من اوريفليم، وده وهجيب اللي هو الجولد من الصيدلية، وهعمل لكم فيديو اللي هو منتجاتي من الصيدلية او ايه اللي بتحتاجيه كعروسة من الصيدلية، مسكنات بقى على فوط صحية كده، لسه هصور لكم. بس الفوط الصحية انا جبتها، في ناس سألتني في الكومنتات ايه افضل انواع الفوط الصحية، انا جربت كل الانواع، مفيش حاجة نفعت معايا وحلوة جدا زي صوفي. صوفي ناعمة جدا وروايحها حلوه، في بالمسك وفي بالريحه العاديه، مش بتضايقني زي الالوز. الالوز ريحتها وحشه جدا، كانت بتتعبني وبتعملي تسلخات، لكن صوفي حلوه جدا وسعرها حلو جدا، فاجر يعني انصحكم تجربوها، بس انا الحاجات دي مش هينفع اصورها، تمام. فده كده الغسول. بعد كده جبت الحنه اللي هي حنه ليجان او ليجان، دي هندي. بصوا انا يعني هي طبيعيه 100% بتدي اللون النبيتي، كل اللي خدها مني من الجروب وكده شكر فيها وليها ريفيوهات حلوه جدا، وانا كنت مجرباها من 3 سنين، اللون النبيتي الهادي الحلو جدا. طيب جايباها ليه يا ريتا؟ جايباها لبعد الجواز ليه؟ عشان انا مش هصبغ شعري ومش هعمل حنه دلوقتي، هتجوز بلون شعري الطبيعي، فحبيت ان انا مثلا بعد الفرح بشهر ولا حاجه اغير من ستايل شعري. طيب ليه مش هتعملي دلوقتي؟ عشان انا ضد الصبغه خالص، لان الصبغه بتدمر الشعر. طيب ما تعملي حنه دلوقتي، خايفه اعملها تروح لقطه في حتت وحتت، لا ويبقى يعني شكلي وحش في الفرح، فقلت اجرب بعد الفرح افضل يعني. فجبت دي، هي الكيس ده بيكفي شعري كله، الاول كنت اعملها على مرتين، لكن انا دلوقتي شعري طويل، فدي بتنفع للرجاله والسيدات وكلها يعني. بص ولا كلمه عربي، الهندي منها تحفه. في منها النبار اكبر، بتكون يعني بني. الافوفا حبيت اقول لكم انها ب15 جنيه، وده 125، والحنه دي ب55 او 65 على حسب المكان اللي هتجيبوه منها. بعد كده جبت دي، ده كده معطر للفم. طبعا لو انتي فترة الجواز بتبقوا لسه ما خدتوش على بعض مثلا، خايفة من ريحة الفم الكريهة ليكي وليه، تمام. فانا جبت الاثنين دول، واحده بالنعناع واحده تقريبا بالنعناع والليمون. بصوا ده منتج مصنوع في انجلترا، بس سعره حلو جدا، ب25 و35 بيتباع في الصيدليات وفي انا عن نفسي جايباه لنفسي يعني من الجروب، تمام. فهو ريحته لطيفه وبيديكي انتعاش كده جميل، انا جربته قبل كده، بحيث لو انت لما تصحي الصبح تدي بخه قبل ما تنامي بخه كده،
فبجد بجد حلو جدا، ولو انت عروسة ممكن تنسيه. فانا بقول لك اهو البتاع ده مهم جدا، مش لازم النوع ده يعني، بس لازم تجيبي معطر فم. بعد كده جبت مسك الطهارة ده، ده طبعا غني عن التعريف من ماركة حامل المسك، ريحته جبارة للمناطق الحساسة. طبعا في بنات بتستخدمه غلط، في ناس بتحطه على المنطقة على طول مباشرة، لكن هو استعماله الصحيح بتفتحيه كده، بصوا تاخدي دهنة كده بس بندي وتحطيها على الأندر بعد الشاور، بيفضل معاكي ريحته من المرة للمرة، يعني من الدش للدش، وبيفضل ريحة الأندر حلوة جميلة، وكمان بتدي ريحة حلوة للمنطقة يعني مش بس الأندر. جبت دي الكرة الفوارة اللي هي بس مش عارفة اسمها ايه كده، بس هي اسمها الكرة الفوارة، يعني دي بتحطيها في البانيو فبتعمل الوان وريحة وحلوة، بترطب الجسم حلو جدا وبتنعمه، بتدي ريحة حلوة في البانيو للجسم يعني. بس انا جايبها بصراحة مش عشان ده كله، جايبها عشان الالوان وكده، فمرضتش اكتر منها، جبت واحدة بس. دي بتتباع، بصوا دي انا ببيعها ب25 وده ببيعه ب35، فمش عارفة برا ازاي يعني، وخلاص انا مش ببيع دلوقتي، بس حبيت اقول لكم الاسعار المتداولة. دي ب25، انا جبتها عشان تعمل الوان وحاجات كده للبانيو، فما كترتش، قلت هي مرة ولا اتنين دلع وخلاص، بعد كده هنستحم عادي يعني. جبت ده كمان اللي هو من لاروج املاح الباديكير، دي تحفة، خرافة خرافة. دي بتاخدي معلقة او معلقتين بتحطيها في مية سخنة وبتحطي رجليكي فيها، بتطلع بلاوي بلاوي بلاوي. طيب ليه مش هتستخدمي قبل الجواز؟ هقول لكم، انا بشرتي دلوقتي اتبهدلت حبوبه كده من التوتر، فانا كشفت ماشية على غسول وحاجات من دهان الدكتور. طيب الباديكير هعمله في كوافير، الحمام المغربي هعمله في كوافير، السويت هعمله في الكوافير، فمش محتاجة ان انا استخدم، تمام؟ فالحاجات دي هتبقى كعناية بعد الجواز، فدي برضو ب25 الاصلية. جبت كمان الجهاز ده، ده جهاز فولوليس، ده للحواجب، بتنضفي بيه الحواجب، بس هو كهرباء. بصوا انا جايباه لسبب، انا هعمل ميكرو بيلدينج اللي هو التاتو الشعرايه بالشعرايه دي، فهيبقى رسمته ثابته، بس الشعر الصغنن اللي هيطلع بين الحواجب، فده هنضف بيه. حلو جدا، جبته لاختي، ممتاز، وشفت ريفيوهات عنه تحفه. بصوا هو مش ملاقيت، هو زي بيحرق الشعرايه، فبتاخد فتره مثلا ما تطلعش وكده. بصوا هو ده شكله اهو، فبجد حلو جدا، جايباه ب70 جنيه. بصوا بيبقى معاه وصلة شاحن، مش شاحن كامل، ومعاه فرشة للتنظيف اهي، فانا جايباه عشان يبقى مش اول فترة يعني، مش هبقى محتاجة ان انا يعني مش محتاجة، لا اللي هو مفيش وقت ان انا اروح كوافير كل شوية، لان في ضيوف كتير. طبعا انا عشان هبقى متجوزة من محافظة لمحافظة، فمش عارفة حد ومش عارفة ان انا اطلع وكده، فجبته بيبقى سهل بالنسبة لي، كل ما شعرتين ثلاثة يطلعوا من حوالين الميكرو بيلدينج اروح منظفة كده، تمام. بعد كده جبت البادي سبلاش ده من بسم بادي، بس جبت، هقول لكم القصة، انا معايا واحدة صاحبتي اسمها نرمين، دي مسلمة يعني، تعرفت عليها عن طريق الشغل وكده، فاتفقنا انا وهي نجيب بادي سبلاش من بسم بادي، فدخلنا ما لقيناش عروض خالص، هي بتبقى العروض ب170 وتشتري اتنين وعليه واحد مش عارف ايه، لقينا الاسعار ب300 وشوية ومفيش عروض وكده، فقلت لها خلاص نستنى لحد ما ينزل عرض، فهي لسه جوازها عليه فترة، لكن انا خلاص يعني، فكنت محتاجة دول. انا ماليش في البادي سبلاش قوي، بحب البرفانات اكتر، بس جبت واحد قبل كده من بسن، من فيكتوريا سيكريت، وجبت دول لاني بحب روايحهم من بسن بادي، في اتنين تاني بحب روايحهم، دارك كيس وواحدة تانية، بس ما لقيتهمش في اللي هو الكوبي، فدول كوبي يا جماعة الواحدة ب35 جنيه، يعني هي ريحتهم حلوة وثباتهم حلو، بس مش قوي زي الاوريجينال طبعا. فانا جبت دي اللي هي ستارز ريحتها تحفة، وجبت اللي هي دي برضو هاوس اند، برضو تحفة تحفة تحفة، دول حجمهم 150 ملي، فبجد يعني على سعرهم جامدين جامدين، وما فيش اللحنة يعني. بصوا اخر حاجة جبتها مجموعة مركان، دي حمام مغربي. بصوا والمركان ده بيبقى في صابون، والحجم الكبير خالص بيبقى صابون بس، اللي هو الصابون المغربي،
وفي الصغير بيبقى برطمان ومعاه لفه مغربيه نزل منه جديد المجموعه الكامله دي. انا الصراحه كنت رايحه اطلب الاوردر بتاعي فيه اللي هي باللفه المغربيه، بس لما نزلت المجموعه دي رحت جبتها، يعني نزلت قبل ما اطلب بخمس دقائق. تمام، فيها البرطمان ده اهو، الصابون تمام، وفي كمان صابونه للاستعمال بعد الحمام المغربي، وفي الليفة المغربية اهي. بس هو مدلوق شوية بس تمام، ده اللي هو الطمي المغربي. تمام، برضو من مركان. مركان دي ماركة يعني مش عايزة اقول لكم على يعني نظافتها، كل ادخلوا على فيديوهاتها، بس بتطلع بلاوي من الجسم بجد، بلاوي بلاوي يعني. فدول كده الحاجات اللي انا جبتها دي، كان سعرها 105 جملة، يعني انا ما عرضتهاش لسه في الجروب وكده اني وقفت شغل، بس انا جايبها 105 جملة. تمام، دي الحاجات اللي انا جبتها، اتمنى انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك، هتوحشوني جدا. باي باي.